محمد المكاوي رئيس تحرير مجله الكواكب، بنرحب بيك على الهلال اليوم. اهلا بيك، اهلا وسهلا. كلمني عن وجودك النهارده في الايفنت اللي منظمه دار الهلال بمناسبه مرور 125 سنه على تاسيسها. والله احنا النهارده بنحتفل جميعا كلنا بمناسبه مرور 125 سنه على انشاء دار الهلال، وزي ما شايف حضرتك الحضور اللي موجود والكلمات اللي اتقالت والحفاوه اللي الناس مستقبله بيها المناسبه دي من الكل، يعني سواء المسؤولين السابقين او المسؤولين الحاليين، يعني كلهم بيحتفلوا بالمناسبه دي وبيتمنوا لدار الهلال التقدم والازدهار في ظل الاوضاع اللي احنا عايشينها الفتره دي. يعني ايه دور الاعلام في مواجهه الارهاب؟ هو دور الإعلام، بص حضرتك، الإعلام بشكل عام والصحافة الفنية على وجه الخصوص باعتبار رئيس تحرير مجلة فنية، يعني أن لازم الصحافة الفنية تركز على الإعلام، تركز على الفن المستنير، الفن اللي بيبني المجتمعات، الفن اللي بيحارب التطرف والإرهاب. النماذج الكويسة من الفنانين والمبدعين سواء في التمثيل سواء في الأغنى سواء في الكتابة في كل مختلف الفنون، يعني